حضرتك شايف ان اهم تحدي بيواجه جامعه السادات بعد ما تخلصتوا او قدرتوا ان انتوا تسيطروا على التعامل الامني في المحيطين بالمشروع؟ اهم تحدي ان الناس، ان الميديا الاعلاميه تطلع المشروع ده بالكامل للناس. في ناس كتير قوي ما تعرفش ان في مشروع ضخم بالشكل ده بينفذ في منطقه السادات وبالشكل وبالحجم الكبير ده. فده يعني اولا احنا بنشكر حضرتك ونشكر القناه على انكم جيتوا واتعبتوا نفسكم على انكم تعلنوا للناس كلها الحجم اللي الدوله بتنفذه. احنا ده دورنا واحنا مستمرين، ودي طبيعه برنامجنا ان احنا بنحاول دايما ان احنا ننقل، مش بالكلام، ننقل لكم المشروعات من على ارض الواقع.